بدات كتبان وبدات كتوضح في الايام الاخيره ما بين فرنسا وما بين اسبانيا، ان فرنسا اقرب بكثير الاعتراف الواضح والصريح بمغربيه الصحراء، كتعطي معطيات حصريه على هذا النفق هذا، وكتقول ان هي صعود اليمين المتطرف داخل البرلمان الاوروبي تحديدا من ايطاليا وفرنسا. فاش كنهضروا على اليمين المتطرف والعلاقات ديال اوروبا والمغرب، فالمغرب عنده من جهه ورقه ديال تعويض الاتحاد الاوروبي، من جهه اخرى عنده ورقه مهمه جدا وهي الورقه ديال الهجره اللي كنشوف من بعد هذا القرار اللي خداته البرازيل غادي ينتشر واحد الدعم لمغربيه الصحراء داخل امريكا اللاتينيه، وغتكون نقاط مهمه جدا تضعف المغرب. متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في قناتكم قناة المهاجر بآخر الأخبار وآخر المستجدات مع سفيان المرزوقي. نبداو على بركة الله بأهم العناوين ديال الأخبار اللي اختارينا لكم في هذه الحلقة هذه. غادي نبداو من قلب إسبانيا اللي كتكشف بتقارير حصرية عن مستجدات الربط القاري ما بين المغرب وإسبانيا، ما بين القارتين الأوروبية والإفريقية، ونهضروا على تفاصيل مهمة جدا وخاصة ما تقوم به فرنسا بخصوص هذا الامر هذا. اما في الخبر الموالي غادي نتحدثوا على الوجهه اللي بدا كيقلب عليها المغرب من بعد نمو اليمين المتطرف داخل البرلمان الاوروبي. حنا عارفين اليوم نهايه ديال الانتخابات الاوروبيه، غادي يكون واحد التغيير كبير بزاف داخل البرلمان الاوروبي، فالمغرب طبيعه الحال عنده أمور إيجابية أن اليمين يكون حاكم، وكذلك أمور سلبية منها أن اليمين المتطرف كيرفض التعامل التجاري مع المغرب، فالمغرب عنده بدائل. غنشوفوا شنو هي هذه البدائل وشنو هي الأسواق الجديدة اللي كتوجه لها المملكة المغربية رسميا. أما في الخبر الموالي غادي نتحدثوا على العلاقات المغربية البرازيلية واللي بدا الصدى ديالها كيتسمع في أمريكا اللاتينية. غنشوفوا تقارير من قلب أمريكا اللاتينية كتحدث على هذه العلاقات هذه، وهناك دول تتحصر على العلاقات ديالها مع المغرب من بعد ما تكشفات العلاقات الممتازة مع دولة البرازيل. أخيرا نختم الفيديو ديالنا بواحد تقرير من قلب المملكة المغربية، تقرير صادم جدا بخصوص واحد الأمر حيوي في المغرب، غادي نختموا به الفيديو ديالنا للاسف متابعينا الكرام. نبداو على بركه الله باول خبر في هذه الحلقه هذه، وغادي نمشيو لتقارير اعلاميه من قلب اسبانيا كتحدث على الربط القاري ما بين المملكه المغربيه والمملكه الاسبانيه، يعني الرياضه اللي كتطمح لها من جهه المغرب على المستوى الافريقي، ومن جهه اخرى اسبانيا على المستوى الاوروبي. هناك يعني معطيات حصريه بخصوص يعني كل ترتيبات لهذا الربط القاري، لكن في نفس الوقت كنشوفوا تضايق فرنسي واضح من هذا التقدم في هذا المشروع هذا. علاش فرنسا كترفض اعتذار هذا الربط القاري؟ غادي نقول لكم واحد المساله الاخوان، النزاع على الرياضه على المستوى القاري في افريقيا كاين ما بين المغرب وما بين الجزائر، وفي اوروبا كاين ما بين فرنسا وما بين اسبانيا. اول شيء اسبانيا عندها استراتيجيه مهمه جدا، وهذه الاستراتيجيه هذه ما جاتش عبثا، لا جات حيتاش الموقع الجغرافي ديالها كيخول لها انها اولا تكون رائده في ميدان الطاقات المتجدده والطاقات المستقبل، ثانيا في العلاقات ديالها مع القاره الافريقيه بحكم القرب الجغرافي ديالها. فمن هنا ملي غادي تجي يعني الحفاظ، من هنا ملي غادي يجي الحفاظ على العلاقات الجيده مع المغرب. فرنسا كترفض هذا التقارب الاسبانو-مغربي تماما، وكنأكد لكم الاخوان ان الامر ما كنتحدثوش عليه من فراغ، بل التحركات الجزائريه كانت دائما لابعاد فرنسا عن ابعاد اسبانيا عن المغرب، وكذلك التحركات الفرنسيه من جهه اخرى. هناك واحد المنافسه شرسه بدات كتبان وبدات كتوضح في الايام الاخيره ما بين فرنسا وما بين اسبانيا، والدليل ديالها هو نهار قرر يعني ولا قررات فرنسا تبدا تستعطف المغرب ولا تقرب من المغرب اكثر. في ديك اللحظه هذيك فاش بيدرو سانشيز رئيس الحكومه الاسباني استعمل ورقه الزياره للمغرب واللقاء بصاحب جلاله الملك محمد السادس، الامر اللي لازال يفتقر له ايمانويل ماكرون. هنا قلتها سابقا الاخوان وقلت كل ما كتزيد فرنسا خطوه الا كتكون سبقتها اسبانيا بخطوتين للامام، وهذه
كتجلى في الذكاء ديال الحكومة الإسبانية بطبيعة الحال، وديال الرغبة الإسبانية بصفة عامة كدولة في العلاقات ديالها مع المغرب. كل ما كتزيد فرنسا خطوة، إلا إسبانيا كتكون سبقتها بثلاثة ديال الخطوات، لا من خلال التعاملات التجارية إسبانيا بدات كتعوض فرنسا في المغرب بواحد الشكل واضح وكبير، لا بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية إسبانيا ربحت خطوات للأمام. ما كانش لم يكن يعني من المتصور ولا من المتوقع في السابق أن إسبانيا تاخذ الخطوة ديال الاعتراف بمغربية الصحراء قبل فرنسا، حتى شي واحد ما كان كيتصورها، لدرجة أن العالم كله كان كيشوف أن فرنسا أقرب بكثير الاعتراف الواضح والصريح بمغربية الصحراء على إسبانيا، بحكم أن إسبانيا عندها ورقة مهمة جدا، وكانت فرنسا كتظن أن إسبانيا عمرها ما غتستعمل ديك الورقة ديال الدعم ديال مغربية الصحراء في هذه الآونة هذه بالضبط. لكن هناك تغيرات كثيرة جات من بعد سنة 2020، وهي اللي خلات الأمور تكون بهذا الشكل اللي راحنا كنشوفوه دابا. غادي تسولني علاش 2020؟ 2020 وقعت فيه بزاف ديال الأمور. أولا، العالم كله كان كيتصور أن المغرب غادي يضعف، وأن الاقتصاد ديال المغرب غيطيح، وغتوقع كارثة في المغرب، وأن المغاربة غيخرجوا الاحتجاجات في الشوارع. لكن حدث غير ذلك تماما. فهنا القوى العظمى جلسات وبدات كتفكر، المغرب استقرار أولا، ثقة ديال الشعب في الملك، ثقة ديال الشعب في المؤسسات، والتلاحم والاتحاد ديال الشعب فيما بينه خلق واحد 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 العدم يعني التوقعات اللي كانت في الأوروبيين، عند الأوروبيين من بعد الجائحة ديال كورونا كانت عندهم توقعات ديال الكارثة التي تنتظر المغرب، وأن السقوط ديال المغرب قريب. غادي تجي من مور الكارثة ديال الوباء غادي تجي الهزة الأرضية بطبيعة الحال، واللي خلات العالم ينبهر. إسبانيا فهمت الرسالة من قبل، وعرفت بأن المغرب هي دولة متماسكة، دولة قوية، وقدرات تفرض الوجود ديالها في الساحة الدولية على المستوى الدبلوماسي بطبيعة الحال. فهنا فين غادي تبدأ إسبانيا فعلا كتفكر في العلاقات ديالها بجدية مع المغرب، وغادي يجي المشروع ديال الربط القاري غادي يرجع من بعد الاجتماع رفيع المستوى اللي دار في فبراير 2023 ما بين المغرب وما بين إسبانيا. وذاك الاجتماع رفيع المستوى توقع فيه على اتفاقيات الثمار ديالها، راه حنا كنجنيوها الحدود الساعة، كانت رافضاه فرنسا بواحد الشكل كبير، كانت رافضاه بواحد الشكل قاطع. ما نساوش الطائرة الرئاسية الجزائرية اللي جات رغم قطع العلاقات مع إسبانيا في اللحظة اللي كان كيتوجه فيها بيدرو سانشيز للمغرب. هنا غادي نفهموا التحركات الفرنسية فين كانت كتجلى وفين كانت كتخبى. هنا فرنسا ترفض تماما هذا الربط القاري، لأن هي يعطي الريادة للمغرب على المستوى الإفريقي، وأمر كترفضه بطبيعة الحال فرنسا، أنها تريد صنيعتها الجزائر أن تكون في ريادة على المستوى الإفريقي، وتعطي كذلك ريادة لإسبانيا على المستوى الأوروبي في شراكة ديال أوروبا بإفريقيا. هنا جريدة الراسون الإسبانية كتعطي معطيات حصرية على هذا النفق هذا، وكتقول أن المغرب نفق المغرب إسبانيا أعمق 4 مرات من النفق الأوروبي، وسيكون جاهزا في هذا التاريخ. عطات حتى التاريخ اللي يقدر يكون جاهز فيه بطبيعة الحال، وكل شيء مرتبط بمونديال 2030 اللي لازالت يعني المحاولات اللي تعطيله هذا المونديال هذا. وغادي نقول لكم أمنيستي راسلات الفيفا كتطلب من الفيفا أنها تلغي المغرب من تنظيم المونديال 2030، وكتفرض يعني بعض الشروط على المغرب باش ينظم هذا المونديال هذا. لكن بطبيعة الحال الأمور محسومة، ولا أمنيستي لا كل الجمعيات الحقوقية اللي كتشتغل بأوامر فرنسية ما غادي توصل حتى لشي حاجة. فنشوفوا التفاصيل اللي نشرتها جريدة لاراسون الإسبانية. عاد حلم ربط المغرب بإسبانيا عبر نفق تحت الماء إلى الواجهة من جديد، بعد أن أعلنت الحكومتين عن خطط لإحياء هذا المشروع الطموح، وتشير توقعات إلى أن العمل قد يكون جاهز بحلول عام 2030. العمل بهذا يعني الحلم ديال الربط القاري قد يكون جاهز سنة 2030، وكل يعني الأشغال هو كانت توقعات ديال قبل
قبل 2030، يعني كنهضروا على سنة 2028، لكن صعوبة التضاريس وبزاف ديال الأمور هي اللي تقدر تأخر يعني التدشين ديالو، تزامنا مع تنظيم كأس العالم في البلدين. أورد صحيفة الراسون الإسبانية أنباء نفق جبل طارق يعد مهمة معقدة للغاية نظرا لعمق المضيق وطبيعته الجيولوجية، حيث سيصل عمق النفق إلى 475 متر تحت مستوى سطح البحر، أي أكثر من 4 مرات عمق نفق إورو تونيل الذي يربط إنجلترا بفرنسا، ويرجع هذا العمق الكبير إلى طبيعة المضيق الصخرية مما يتطلب تقنيات متقدمة لحفر الأنفاق. على الرغم من التحديات يتوقع أن يكون للنفق تأثير اقتصادي هائل على المنطقة، حيث سيربط شبكات النقل الأوروبية والإفريقية ويسهل حركة الأشخاص والبضائع بين القارتين ويحفز التنمية في غرب البحر الأبيض المتوسط، تضيف ذات الصحيفة. ولا تزال مسألة تمويل المشروع قيد البحث مع تقديرات أولية تتجاوز 7 مليارات يورو، وتعود فكرة ربط المغرب وإسبانيا بنفق تحت الماء إلى ثلاثينيات القرن الماضي، لكنها واجهت عقبات تقنية ومالية، وتعمل الحكومتان الإسبانية والمغربية بشكل وثيق على إنجاز هذا المشروع من خلال تخصيص الموارد اللازمة وتكليف الشركات المتخصصة بإجراء الدراسات اللازمة، وتشير توقعات إلى أن الدراسات الأولية ستكون جاهزة بحلول منتصف عام 2026، ومن شأن المشروع حال إنجازه تحسين الربط بين البلدين وتعزيز التجارة والسياحة وخلق فرص عمل جديدة، كما سيكون علامة فارقة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بل ومع أوروبا بأكملها. وهذا هو السبب اللي خلى فرنسا ترفض هذا الأمر. هذا دائما لطالما فرنسا استعملت البرلمان الأوروبي، استعملت الاتحاد الأوروبي من أجل إخضاع المملكة المغربية لمصالح فرنسية محضة، واستغلال هذا التحكم في القرارات داخل أوروبا من أجل مطامع فرنسية محضة. ندوزو الخبر الموالي متابعينا الكرام، احنا كنتحدثوا بطبيعة الحال على أوروبا. الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي كيشهد نهاية الانتخابات الأوروبية، أكبر الدول يعني اقتصاديا ولا كتحكم اقتصاديا في أوروبا كتصوت اليوم، بينها ألمانيا وفرنسا وكذلك إسبانيا عندهم تصويت اليوم، وكل المؤشرات تدل على تنامي الأحزاب اليمينية، صعود اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي تحديدا من إيطاليا وفرنسا. إيطاليا وفرنسا اليمين المتطرف غادي يكتسح الحزب ديال ميلوني ومارين لوبان، توقعات كتقول أنهم غيكتسحوا. فهنا طبيعة الحال فاش كنهضروا على اليمين المتطرف والعلاقات ديال أوروبا والمغرب فيما يخص الوحدة الترابية، فيما يخص مغربية الصحراء، كتكون دائما العلاقات ديال المغرب مع اليمين المتطرف ولا التوقعات ديال اليمين المتطرف انها لا تهتم كثيرا بهذا الامر. هذا بالعكس، في عدة احيان اليمين كيدعم مغربية الصحراء من اجل المصالح الاوروبية، لكن من جهة اخرى ضرب العلاقات التجارية ما بين المغرب وما بين الاتحاد الاوروبي. اول شيء خصكم تعرفوا واحد المسألة الإخوان، أن الهجوم والاعتداء على المنتجات المغربية اللي كان مؤخرا داخل إسبانيا وداخل فرنسا، الغرض منه هو صعود اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي، الغرض منه هو الانتخابات الأوروبية. وغادي تشهدوا وغادي تلاحظوا من بعد ما تنتهي الانتخابات الأوروبية غادي ينقص هذا الاعتداء هذا. لكن واش المغرب غتبقى عنده فرصة لاستمرار في التعاون التجاري مع أوروبا؟ هنا فين بقى سؤال مطروح، وكنتوقع أن بزاف ديال الاتفاقيات مع المغرب سيتم إلغاؤها. علاش؟ لأن هذه الحركات اليمينية المتطرفة مدعومة من عدة لوبيات تطمح لمصالح اقتصادية شخصية. هاد اللوبيات هادي عندها مصالح اقتصادية ديالها خاصة بها. إذا شنو غادي يديروا؟ غادي يحاولوا ما أمكن يضغطوا على الأحزاب اليمينية المتطرفة باش ما توقعش الاتفاقيات مع المغرب. علاش؟ لأن السلع المغربية كتخلق لهم واحد المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، وما كتخليهمش يتحكموا في الأسعار اللي بغاو يتحكموا فيها. فببساطة الأحزاب اليمينية المتطرفة ما كتخدمش من أجل المصلحة ديال الشعوب الأوروبية،
كتخدم من اجل المصلحه ديال بعض اللوبيات اللي هي معروفه بالقوه الاقتصاديه داخل الاتحاد الاوروبي، فكترفض ذاك المنافسه اللي كتخلقها المنتوجات المغربيه، وبالتالي غالبا غيتم يعني انهاء بعض الاتفاقيات التجاريه ما بين المغرب وما بين الاتحاد الاوروبي. وانا كنظن ان المغرب عارف المساله هذه بزاف، ووضع امام الاعين ديالو النمو ولا التصاعد ديال 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 اليمين المتطرف. بالنسبه للمغرب اليمين المتطرف كيف ما قلنا ما كيضايقش المغرب فيما يخص الوحده الترابيه، ما كيناورش ضد المغرب. الى جينا نشوفوا من يناور ضد وحده المغرب الترابيه كنلقاوها احزاب يساريه متطرفه ولا حركات يساريه داخل البرلمان الاوروبي. الحركات هذه كامله غادي تبدا كتنقص، ما غاديش نقولوا غادي تنضاتر، وبالاخص اسبانيا الحزب الاشتراكي العمالي مازال غادي يحقق يعني واحد النجاح. التوقعات ديال الانتخابات كتقول ان اليمين المتطرف الاسباني غيضعف عدد المقاعد ديالو، يعني غادي يمر من واحد 3 ديال المقاعد ل 6 ديال المقاعد، يعني ماشي واحد العدد كبير ولا واحد النمو خيالي بحال ايطاليا وفرنسا، لكن كتبقى يعني ان اليمين المتطرف غادي كينتشر في اوروبا. شنو غادي تكون العواقب ديال هذا الشيء؟ هذا العواقب ديالو غتكون هو الهجره، غيتم التضييق على الهجره والمهاجرين، وبالاخص المهاجرين المنحدرون من دول شمال افريقيا ودول افريقيا بصفه عامه، وكذلك المهاجرين المسلمين. غيكون تضييق على الديانه، غيكون تضييق على عده امور، لكن المغرب عنده حلول بالنسبه للعلاقات التجاريه بطبيعه الحال. وهنا فين غادي نهضروا على الاستثمار مع دول أخرى بعيدة على المنطقة. فالمغرب كيستثمر علاقاته التاريخية مع أمريكا الجنوبية، وهنا غادي نشوفوا كيفاش الرغبة ديال المغرب في توسيع بطبيعة الحال العلاقات التجارية ديالو مع القارة الإفريقية، وتحديدا جنوب القارة القارة الأمريكية، وتحديدا جنوب القارة الأمريكية، وعدم حصرها في دول بعينها. يسعى المغرب في الآونة الأخيرة إلى تعزيز علاقاته الثنائية مع مجموعة من دول أمريكا اللاتينية التي تشكل سوقا تجارية ضخمة يمكن للمغرب الاستفادة منها. ولعل أبرز مؤشرات على هذا التوجه اللقاء الأخير الذي جمع وزير شؤون الخارجية البرازيلي ماورو فيرا ونظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي أكد أهمية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة المسؤول البرازيلي تأتي في ظل دينامية تعرفها العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، خاصة الأمنية والعسكرية والاقتصادية. من بين أهم الأمور اللي جمعت ما بين البرازيل والمغرب هو الدفاع، الصحراء والتبادل التجاري. فالبرازيل في استراتيجية المغرب الدولية والعكس صحيح. فهنا طبيعة الحال المغرب عنده بدائل، كاين الصين، كاين امريكا اللاتينيه، وامريكا اللاتينيه معروفه بطبيعه الحال بعده امور فلاحيه، دول كذلك كتعتبر من دول العالم الثاني ماشي من دول العالم الثالث مثل البرازيل المكسيك، عده دول في القاره الامريكيه الجنوبيه. فعرف الاسبوع الذي نودعه 3 محطات برازيليه مغربيه لا يمكن ان يغفلها المتتبع للعلاقات والرهانات المشتركه بين البلدين. الاولى تتعلق بنقطه في جدول الاعمال الذي تراسه ملك البلاد، وتهم احداث منصب ملحق عسكري بسفاره المغرب بالبرازيل، والثانيه ذات صله بالموقف البرازيلي من قضيه الصحراء، والثالثه تهم استئناف الرحلات الجويه بين ساو باولو والدار البيضاء. مرت 20 سنه على الزياره الملكيه التاريخيه الى البرازيل في نوفمبر 2004، عرفت فيها العلاقه بين البلدين تطورا لافتا واستشراف افاق غير مسبوقة في التعاون بين البلدين، ولعل آخر الحلقات تهم مجال الدفاع. فالمغرب بطبيعة الحال يقدر يعوض الاتحاد الأوروبي بدول أمريكا الجنوبية وبدول من آسيا، وكذلك عدة وجهات يعني مفتوحة في وجه المغرب، وخاص المغرب يبدأ يوضع استراتيجية حقيقية في الاستغناء تدريجيا على اوروبا، لان اوروبا القادم فيها أسوأ بكثير، وغادي تولي يعني فاش كنهضروا على اوروبا غادي تولي واحد الانانيه حقيقيه داخل دول الاتحاد الاوروبي. لم يعد يعني مجال لا لاقتسام يعني المهاجرين لا لقبول اللجوء لعده امور. فالمغرب عنده من جهه ورقه
ديال تعويض الاتحاد الاوروبي، من جهه اخرى عنده ورقه مهمه جدا وهي الورقه ديال الهجره اللي تقدر تخلي هذا اليمين المتطرف اللي كينشر العداء ضد المغرب يطلب تقارب مع المغرب اكثر فاكثر. فاش كنهضروا على الورقه ديال الهجره راه لا محال، وما عندش هذا اليمين المتطرف واخا يوصل يعني لسده الحكم في البرلمان الاوروبي واخا يحكم اوروبا، واخا غادي يولي كيقلب على مصالح ديالو مع المغرب، وغادي يرجع للمغرب، وغادي تغير حتى النبره ديال المعاداه للمغرب بواحد الشكل واضح وكبير. فطبيعة الحال المغرب ما خسرش بزاف مع الاتحاد الاوروبي الى انتهت العلاقات، قد ما خسر الاتحاد الاوروبي مع المغرب الى انتهت هذه العلاقات هذه. فحنا كنتحدثوا على البرازيل بطبيعه الحال والعلاقات ديال المغرب والبرازيل، غادي نمشيو نشوفوا ردة فعل امريكا اللاتينيه، وتحديدا واحد الدوله اللي كانت من بين الدول اللي غلطات وخطات وما عرفتش تتعامل في العلاقه وما عرفتش تستمر في العلاقات ديالها مع المغرب. دوله كتعتبر من الدول الفلاحيه في القاره ديال امريكا الجنوبيه، ومحتاجه العلاقه ديالها مع المغرب بحكم الاعتماد ديالها على الفوسفات المغربي في الاسمده، كنهضروا على البيرو. بيرو جاب لها الله مع الرئيس السابق، جاب ليه الله انه غادي يتعامل مع المغرب بنفس الطريقه ديال الابتزاز اللي كانت كتعرض لها الجزائر في امريكا اللاتينيه من اجل دعم الانفصال في الصحراء المغربيه. لكن المغرب عارف بان الارض ارضه، وهو في موقع قوه وليس في موقع ضعف. الرايه ديال المغرب هي اللي كترفرف في الصحراء، اللي في موقف ضعف راه هي الجزائر اللي كتدعم الانفصال. فهنا البيرو بغات تستغل هذه الامراض وبغات تبتز المغرب بطريقه او باخرى، لكن المغرب بين ان ماشي مع المملكه هذا الشيء هذا، ورفض ذاك الامر هذاك. كان ابتزاز ديال سحب الاعتراف ب البوليزاريو ودعم مغربي الصحراء مقابل فوسفات مجاني، مقابل اسمده مجانيه، لكن المغرب ضرب بعصا من حد. دابا على ما يبدو من خلال تقارير اعلاميه من قبل بيرو ان الموقف اللي خداته البرازيل من مغربيه الصحراء عرى اولا الفشل ديال اطروحه الانفصال اللي بزاف ديال الدول في امريكا اللاتينيه كانوا كيدعموها، منهم كوبا، منهم دول اللي فنزويلا اللي غادي الاقتصاد ديالهم وكيطيح، ولقات راسها البيرو في واحد الموقف لا تحسد عليه. نشوفوا كيفاش تقارير اعلاميه بيروفيه علقات على الامر. فحظي الموقف البرازيلي من قضيه الصحراء المغربيه الذي عبر عنه في البيان المشترك صادر في اعقاب المباحثات التي اجراها يوم الجمعه بالرباط وزير شؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطا وزير شؤون الخارجيه البرازيلي سيد ماورو فيرا، الذي يقوم او قام بزياره رسميه للمغرب، حظي بمتابعه واسعه من الصحافه البيروفيه. واشادت جمهوريه البرازيل الاتحاديه بجهود المغرب الجاده وذات المصداقيه للمضي قدما نحو تسويه الخلاف حول الصحراء المغربيه في اطار مبادره الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكه المغربيه سنه 2007. جدات البرازيل اللي كتراس مجلس الامن التابع للامم المتحده في شهر اكتوبر 2023 خلال تبني القرار رقم 2703 دعمها لجهود الامم المتحده من اجل التوصل الى حل سياسي ومقبول من ندوة الاطراف طبقا لقرارات الامم المتحده ذات الصله. وكتبت يوميه لاراسون البيروفيه ان البرازيل انضمت الى اكثر من 110 ديال الدول دعمات في السنوات الاخيره مبادره الحكم الذاتي التي قدمها المغرب للصحراء باعتبارها الحل الوحيد والواقعي وذو المصداقيه لهذا النزاع الاقليمي. اشار كاتب المقال ريكاردو سانشيز إلى أن من بين هذه الدول الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وجميع الدول العربية تقريبا، كما انفتحت أكثر من 30 دولة كما افتتحت اعتذر أكثر من 30 دولة قنصلياتها في الداخلة والعيون لتقديم الدعم للمغرب. واعتبرت الصحيفة البيروفية أن هذه الدول أدركت أنه لم يعد من الممكن السماح بوجود دول فاشلة في العالم كما ترغب في ذلك الجزائر، حيث يتم احتجاز الصحراويين في تندوف واستخدامهم من قبل بوليزاريو كوقود للمدافع. أضافت للرسول أن البرازيل مؤخرا واليابان انضمتا إلى هذه الدينامية الدولية للاعتراف بالحل الواقعي والجدي الذي قدمته المملكة. من جهته كتب الموقع الإخباري جويك أول صحيفة رقمية في البيرو أن الموقف البرازيلي تم التعبير عنه في بيان مشترك اعتمد عقب لقاء جمع بالرباط بين الوزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
نصر موريتا ونظيره البرازيلي ماورو فيرا الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب، كما أبرز الموقع الإلكتروني لاتحاد الصحفيين البيروفيين القرار البرازيلي مذكرا بأن هذا البلد الذي يرأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023 خلال تبني القرار رقم 2703 أكد من جديد دعمه لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومقبول من لدن الأطراف بخصوص الصحراء المغربية. فاش كنحققوا في هذه التقارير الإعلامية اللي صدرت في بيرو كتبين يعني ندم حقيقي داخل الأوساط الإعلامية البيروفية لضياع الفرصة اللي كانت أمام البيرو اللي كتعتبر دولة فلاحية بين أكبر المنتجين ديال البطاطس في العالم، ضيعت فرصة مهمة جدا البرازيل ما ضيعتهاش وهي العلاقات الجيدة مع المغرب. وانا كنشوف يعني من بعد هذا الامر لان البرازيل دولة فاعلة داخل امريكا الجنوبية امريكا اللاتينية، كنشوف من بعد هذا القرار اللي خداته البرازيل غادي ينتشر واحد الدعم لمغربية الصحراء داخل امريكا اللاتينية وغتكون واحد العلاقات قوية عند المغرب مع عدة دول، وها هي يعني الصدى ديال 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 ما قامت به البرازيل بدأ ينتشر في الاوساط الاعلامية ديال امريكا اللاتينيه بصفه عامه. وندوزو الخبر الموالي والاخير متابعينا الكرام، حنا كنتحدثوا بطبيعه الحال على المصالح ديال المملكه المغربيه، لكن كذلك ما نساوش نقاط مهمه جدا تضعف المغرب. كما عرفتوا الاخوان هناك ازمه ديال شح المياه، فاش كتكون ازمه ديال شح المياه خاص البلاد كامل يعني يكون واعي بالمخاطر اللي تقدر تواجه المغرب. المغرب بطبيعة الحال كما تحدثنا في الأول أظهر على قوته داخل المنتظم الدولي لمواجهة التحديات، مش كنهضروا على القوة في مواجهة التحديات، يعني كنهضروا على دولة قوية قادرة توقف أمام كل التحديات في العالم ومن بينها الجائحة اللي عرفت تتصرف معها، الزلزال اللي عرفت تواجهه، وكذلك المرتزقة اللي كيهددوا الحدود المغربية يوما بعد يوم، كيفاش كتواجههم المملكة المغربية وكيفاش سدات في وجههم الحدود. لكن هادشي هذا كامل ما يمنعش على ان في وسط البلاد كاين الانانية، كاين ناس انانيون يريدون مصالحهم الشخصية، لا يفكرون في مستقبل البلد، لا يفكرون ان هاد الثروة هي ثروة مشتركة ديال الشعب ككل. فاش كنشوفوا ان الدولة كتصرح وكتقول نحن نواجه أزمة ماء حقيقية، أزمة عطش حقيقية، وكنشوفوا أن هناك مصدرون لافوكا يوما بعد يوم كيتكاثروا في وسط البلاد، لا وأكثر من ذلك هناك دول تأتي من بعيد من أجل الاستثمار في هذا يعني الفاكهة ديال لافوكا في البلاد وتستنزف لك الثروة المائية بلا حسيب ولا رقيب. كنعرفوا أن هناك أنانية في البلاد. هنا غنهضروا على تقرير رسمي نقدروا نقولوا من أسوأ ما كاين اللي كيرصد ممارسات غير مشروعه تضع مياه المملكه على يعني حافه الانهيار، كتوضعنا امام ازمات حقيقيه، وإلا ما ضربتش الحكومه بيد من حديد في المواجهه ديال هذا الشيء هذا غادي نكونوا يعني كنواجهوا الخطر. فاش كنهضروا على 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 لافوكا ولا كنهضروا على الدلاح ولا كنهضروا على فواكه اللي المغاربه بصفه عامه يقدروا يستغناو عليها في الحياه اليوميه ديالهم، المشكل ماشي هو بحد ذاته الانتاج ديال هاد الفواكه هادو ولا هاد يعني المواد الفلاحيه اللي كتستنزف الفرشه المائيه، ماشي هو هذا المشكل. المشكل هو ان هناك خروقات استعمال وتدبير المياه، يعني من الاخر الري ديال هاد المنتجات الفلاحيه هذه كيتستعمل بطريقه غير شرعيه. وفاش كنقولوا كيتستعمل بطريقه غير شرعيه يعني الدوله ما قدرتش تراقب استنزاف المياه، يعني ما كاينش ارقام رسميه اللي كتبين لك بان فعلا راه داك لافوكا وداك الدلاح هو اللي خرجوا علينا وهو اللي ضيع لنا الفرشه المائيه. وكنشوفوا شركات يعني من خارجيه من دول اخرى خلات بلادها خلات الاراضي ديالها باش ما تستنزفش الفرشه، ولا الله اعلم استنزفات الفرشه المائيه ديالها وجايه تستنزف لك ديالك وتدخلك في ازمه ديال الجفاف. فهاد التقرير هذا اللي هو للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وحديث كيكشف عن تنامي استغلال مفرط وغير المشروع للموارد المائيه في المغرب، يعني هاد الشيء هذا كامل واحد 20% مثلا هي اللي كتستعمل المياه بطريقه شرعيه، لكن
واحد كمية كبيرة، يعني كنهضر على 80%، لا ماشي بطريقة شرعية، مرجعا ذلك إلى محدودية الآليات المعتمدة في تدبير مراقبة الاستغلال، إلى وجود مكامن ضعف واختلالات تتمثل في محدودية قدرات الجهات المعنية وتداخل اختصاصاتها، وضعف المراقبة وانتشار ممارسات الرشوة والريع. وأشار التقرير حول آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية، الموارد المائية والمقالع، إلى تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات، لا يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها، إضافة إلى تعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص والصعوبات في التنسيق بينهم والتأثير يعني المحدود لتدخلات شرطة المياه في مجال المراقبة، إضافة إلى نقص الاستعانة بالوسائل الحديثة لرصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه، تساهم جميعها في تفاقم المشكلة. التقرير الذي يعني نشر سجل انتشارا ملحوظا في السنوات الأخيرة لممارسات الجلب غير مشروع المياه، خصوصا في ظل مواجهة الجفاف المتكررة، مضيفا أن إحصائيات برسم سنة 2017 تشير إلى أن عدد الذين يقومون بجلب المياه دون ترخيص يفوق 102264 شخص مقابل 52557 شخص مرخص، يعني واحد الرقم اللي ما كيتقبلوش العقل، 102264 شخص غير مرخص مقابل 52000، يعني الأغلبية المطلقة، يعني قلت لكم تقريبا 21% اللي عندها الرخص اللي كتحترم القانون في تدبير المياه، وهذا أمر خطير للغاية. للأسف للأسف للأسف، راه إلى ما تمش الضرب بعصا من حديد غادي يمشيو بالبلاد لما لا يحمد عقباه. هذه الأخبار ديالنا اليوم متابعينا الكرام، أتمنى تكون لقاتكم انتم بخير وعلى خير، في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال، نهاية أسبوع موفقة، نشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر وموضوع آخر، تكونوا دائما في أحسن الأحوال، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.